أفادت مصادر لبنانية بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ماض في دعوته لجلسة حكومية اليوم رغم الضغوطات التي يمارسها التيار الوطني الحر لعرقلة الجلسة التي ستبحث أمورا ملحة وإنسانية. وتقول مصادر إن ميقاتي يراهن على تراجع أحد الوزراء التسعة عن موقفه بعدم حضور الجلسة ليكتمل النصاب القانوني، والوزراء المقاطعون للجلسة أرجعوا موقفهم إلى رفض المس بالميثاقية خلال مرحلة الشغور في منصب الرئيس. وللمزيد تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا دارين الحلوي، أهلا وسهلا بك. ما هي آخر التطورات بشأن هذه الجلسة؟ هي دقائق حاسمة تفصلنا عن موعد انطلاق الجلسة في حال قدر لها أن تنطلق، وطبعا نجحت الاتصالات التي تجري في هذه الأثناء مع عدد من الوزراء من أجل تراجع واحد منهم على الأقل عن موقفه المقاطع لهذه الجلسة، بما يؤدي إلى تأمين النصاب الدستوري والقانوني لعقد الجلسة، وهو نصاب الثلثين. هي حكومة من 24 وزيرا، وبالتالي تحتاج إلى 18 وزيرا ليكونوا حاضرين حتى تتمكن من الانعقاد، وهذا أمر لن يتم في ظل مقاطعة 9 وزراء حتى هذه اللحظة. طبعا بحكم المواقف المعلنة حتى الآن الجلسة طارت، لكن رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي لم يصدر أي بيان يعلن فيه تأجيل أو إرجاء هذا الجلسة، ربما يراهن على تراجع أحد الوزراء كما قلنا، ولكنه أيضا ربما يراهن على انفراط انعقاد هذه الجلسة وليقوم فيما بعد بتحميل القوى السياسية التي قاطعت هذه الجلسة مسؤولية وتداعيات الأمور المعلقة، وهي أمور حياتية وأمور صحية في غاية الحرج وفي غاية الدقة، من بينها صرف اعتمادات للمستشفيات ولتأمين مستلزمات مرضى الكلى ومرضى السرطان، وبالتالي هي أمور بالنسبة إليه هي فعلا أمور في غاية الدقة، ولكن اليوم البلاد تعيش أزمة سياسية تكاد تكون غير مسبوقة. هناك إصرار من التيار الوطني الحر، واليوم أضيف إليه عدد من القوى المسيحية على رفض حضور أو على رفض انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، وهو مجلس وزراء مستقيل في ظل الشغور الرئاسي. هذا أمر لم يسبق للبنان، أو هذه التجربة السياسية لم يسبق للبنان أن اختبرها سابقا، لذلك هي سابقة. ننتظر ما سيصدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وإن كان الجميع يقول أن بعض القرارات يمكن تسييرها في مراسيم جوالة، ويمكن أن يتم اتخاذ قرارات في في سبل قانونية أخرى من دون استفزاز أي طرف من الأطراف السياسية الموجودة. نعم، من بيروت مراسلتنا دارين الحلوي، شكرا جزيلا لك.